رح ألجأ اليوم للوحات لفنانين عالميين رسموا الحب والرومانسية، فقدموا لنا خواطر، هواجس، أفكار وسخرية بأرقى الأساليب التعبيرية. رح بلش بقصة أول لوحة واللي هي فريدريك بيرتون الفنان الإيرلندي. استوحى لوحته من أغنية شعبية دنماركية من القرون الوسطى واللي بتحكي عن العشق الممنوع. ولا المسلسل التركي ما خصه بهيدي القصة. القصة هي إنه إيلايلا بتوقع بغرام هيلدبراند حارسها الشخصي، وبتصير في علاقة بيناتهم. بيكتشف البي وبيأمر أبنائه الستة بوضع حد لهيلدبراند، بس العاشق الولهان أثبت بأنه خصم مش سهل. بتدور معركة بيروح فيها البي وخمس إخوة. بينجى الخيل الصغير من بعد ترشي إيلايلا لحبيبة، ولما الخيل الصغير بيشوف جثث أفراد عائلته على الأرض بيغضب وبيسجن إخته وبيأمر بيعها بسوق الرقيق. وبعد فترة قصيرة بتموت من حسرتها على حبيبة اللي توفى متأثر بجراحه. اللوحة بتمثل المشهد الأخير اللي التقوا فيه إيلايلا وهيلدبراند على درج القلعة. المواد اللي استخدمها الفنان هي الألوان المائية، واللي خلى المتحف إنه يخاف عليها ما إنها تتلف، فقرروا إنه يعرضوها بس ساعة واحدة بأربعة أيام بالأسبوع، واللي زاد على هيدي اللوحة سحر وغموض. خلينا ننتقل للوحة الثانية. لوحة الربيع للفنان الفرنسي بيير أوغوست كوت، واللي انشهرت أكثر منه بصراحة. موضوعها كتير بسيط، فتى وفتاة قاعدين على المرجوحة، هي معبطة فيه وهو متمسك بحبال المرجوحة لحتى يرجيها قديش هو قبضاي. قدر الفنان يخلق هيدا الجو الرومانسي اللي تعلقوا فيه الناس لدرجة انه صار فيه منها فيزز، كاربتس، وراء حيطان، بطاقات معايدة، you name it. Do I have to say more? لننتقل للوحة التالتة. سنة 1882 في تاجر طلب من بيير أوغوست رينوار انه يرسم له مشهد راقص. عم رينوار طلب من زميله بول وطلب من الموديل ألين انه هني اللي يمثلوا هيدي اللوحة، واللوحة كانت لايف سايز يعني متر وثمانين. ايه، وبعدين نشوف انه هي معبطة فيه وهو منسجم واقع البرنيطة على الارض وهي عم تتبسم. كتير كانت نقطة انتقال للفنان، لأنه من بعد زيارته لإيطاليا لقينا أنه الخطوط تبعيته اللي على اللي بتحد الأشخاص شوي كسرت الانطباعية وصارت شوي little bit more defined. رغبة رينوار في إنتاج أعمال بتثبت مهارته كرسام بارع في موضوع الرقص واللي بيبرز الدقة في تفاصيل حركة الأشخاص، رسم لوحتين تانيين بنفس السنة أي عام 1883 تحت عنوان الرقص في المدينة والرقص في بوجيفال. ومن بعد سبع سنين
قرر الفنان رينوار انه يرسم البورتريه تبعيته مع مرته ألين اللي كانت الموديل بلوحة رقصة ريفية. وهلأ خلونا ننتقل للوحة التالية. لوحة الرومانسية، هيدي الجانر بينتينج اللي رسمها الفنان الإسباني خلال إقامته بفرنسا، حيث طلب من الملحن إريك ساتي ومن الموديل ستيفاني اللي بتكون بنت أستاذ موسيقى إنهم يمثلوا هيدا المشهد اللي فيه حميمية، لأنه اتنيناتهم عم بيطلعوا بنوتس لمعزوفة رومانسية. تقصد الفنان انه يعمل هيدا المشهد لحتى يخلد علاقة بين هيدا الملحن وفتاة كانت صديقته من زمان، واللي انتهت العلاقة بيناتهم بشكل مؤلم. هلأ خلينا ننتقل للوحة الخامسة. أول ما انعرضت سنة 1908 نزلت بعنوان العشاق. هوية الرجل والمرأة اللي باللوحة مجهولة، بس النقاد بيرشحوا إنها تكون للفنان بحد ذاته، والسيدة هي رفيقته أميلي أو الموديل اللي رسمها الفنان بعدة لوحات اللي اسمها ريد هيلدا. أنها كلمت أشهر قبلة في العالم بالفترة الذهبية من عمره، وهي لوحة زيتية مع ورق فضي وذهبي، واللي بتعكس تأثره بالفسيفساء البيزنطية اللي شافها بإيطاليا. بالإضافة للأيقونات، فأتت اللوحة وكأنها رمز للحب الصوفي بأسلوب مزخرف. أما الأزهار فبتذكرنا بالمطبوعات اليابانية. منلاحظ إنه في رموز كتيرة باللوحة، مثل الأشكال الهندسية الذكورية بالأبيض والأسود على ثوب الرجل وتاج الكرم. أما المرأة فبترتدي فستان وتاج من الأزهار الملونة. ولح أختم بأنه لوحة القبلة للفنان هياز كانت مصدر الإلهام الأول. هو بس خمس نماذج من نماذج كتار عن الحب والرومانسية قدم لنا إياهن فن القول مثل الشعر والنثر، والفنون الجميلة مثل الرسم، النحت، الرقص، الغنى، الموسيقى، التصوير إلى آخره. فشكراً.